بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة كما كيعرف الجميع انها نتيجة ايجابية بالنسبة لنا. الفريق الوداد الفاسي كيعاني في اسفل الترتيب، ماشي المكانة ديالو. الحمد لله اللاعبين قاموا بمقابلة جيدة، فزنا على الفريق ماشي سهل، خصنا كنعرفوا فريق بني ملة انه لعب مقابلة الرجاء، لعب بشكل ممتاز. الحمد لله استطعنا ان نحرزوا 3 نقاط ان شاء الله اللي غتخولنا ان شاء الله باننا نتقدموا ان شاء الله في سلم الترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء كنبغي نشكر اللاعبين على الانضباط ديالهم، كنظن بان نتيجه ايجابيه غادي تكون حافز بالنسبه لنا والمجموعه ان شاء الله باش نزيدوا نحققوا نتائج ايجابيه. فكنظن بان المقابله اللي قدموا اللاعبين ما علينا الا اننا نهنئوهم، كنظن بان كانت مقابله مصيريه، كانت اخر فرصه بالنسبه لفريق الوداد الرياضي الفاسي انه يصارع بالنسبه للبقاء في القسم الوطني الثاني. فكما قلت لك كنشكر اللاعبين على الانضباط ديالهم على العمل، وهذه نتيجه اللي غادي تكون بالنسبه لنا حافز ان شاء الله باش نحققوا نتائج ايجابيه في المستقبل. كنظن بان هما كان عندهم انهم كيلعبوا على الصعود، حنا كنلعبوا على اننا نتفادي النزول. ففريق الوداد الفاسي ما كيستاهلش هذه المرتبه اللي كيحتلها. فكنظن بان اللي يعرف انه كيدير يجري المقابله والاطوار ديالها راح حقق نتيجه ايجابيه. وكما قلت لك كنولي عاوتاني يعني مره واحده اخرى نشكر اللاعبين على العمل ديالهم وعلى الانضباط ديالهم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.